ويستمر تجوالنا في عمدة الرأي والمقالات. نتحول إلى زاوية خط الاستواء من صحيفة آخر لحظة للكاتب عبدالله الشيخ، والتي جاءت بعنوان أمبولات منتهية الصلاحية. يستهل الشيخ هذه الزاوية بالقول: الطفلة أمنية دفع الله أحمد، عمرها 5 سنوات، من محلية شرق النيل، تعاني مرض السكر، وساقها قدرها لطلب العلاج في مستشفى أحمد قاسم. أمضت قرابة الأسبوع في المستشفى ولم ينخفض مستوى السكر في دمها، مع أنها كانت تحقن بأنسولين المستشفى بانتظام. أنقذها من ذلك الحال مرور طبيبة من إحدى الولايات، أشارت إلى أبيها أن السبب ارتفاع مستوى السكر ناتج عن أن الطفلة تحقن بأمبولات منتهية الصلاحية. ويضيف الكاتب: بعد مراجعته للتواريخ المكتوبة على الأمبولات، علم الأب أن أذى ابنته في الدواء الذي تتلقاه، فاستوضح الأمر من الطبيب، لكنه اعترض على ذلك قائلا إنه غير معني بتفتيش تواريخ الصلاحية المكتوبة على كل علبة دواء. ويتابع الكاتب: المرضى أطفال لا حيلة لهم، وأرواحهم في يد الجليل الرحيم، لكن الطبيب يتمسك بموقفه المعلن ويقول لوالد الطفلة: إن عجبك وكان ما عجبك اشتري الأنسولين كامل الصلاحية من الصيدليات الخارجية، لكم أن تحكم. واشترى الوالد الأنسولين نافذ الصلاحية من خارج المستشفى، وتم حقن الطفلة به. بدأت الطفلة تتعافى من أول جرعة، وخرجت من المستشفى على ضوء التحسن الذي طرأ على صحتها بعد انخفاض مستوى السكر في الدم 220 وحدة. يواصل الكاتب: نسوق الحكاية لا عشما في توطين العلاج أو توفيره بالمجان أو توفير البديل لدواء مغشوش، وإنما هو استعطاف لمن بيدهم الأمر ألا يقف حائلا بين العلاج وأطفال كالعصافير في مهب الريح. فهذه الأرواح المسكينة يمكن أن تحظى بالحياة على يد فاعل خير. ويختم الشيخ هذه الزاوية بالقول: إن علاج الأطفال لا يتوقف على الدولار الجمركي ولا على الأعيان الذين يقال إنهم صرفوا العملة الصعبة لاستيراد الأدوية ولكنهم زاغوا بها. علاج الأطفال لا علاقة له بحكومة معتز موسى ولا بالتظاهرات. علاج الأطفال موقف إنساني تطلع به أخوة الإنسانية دون من أو أذى. فقط افسحوا لهم المجال وافتحوا لهم الطريق.